السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل ملحق كتاب الجيم 2024، بداية من بيج 11 صفحة 11. نبدأ بسم الله. Choose the correct answer from A, B, C or D. اختبار طبعا على الفوكابيولاري. المفردات: There are many people in the shop، يعني هناك الكثير من الناس في المحل. It's very طبعا هو crowded، إنه مزدحم جدا. Deep عميق، وشورت قصير، وكوايت طبعا هادئ. Number two, the برج خليفة is a space. يبقى بتكلم على طبعا صيغة تفضيل. The زائد الصفة زائد AST. The highest building، يعني أعلى مبنى in the world، في العالم. It is the tallest، إنه الأطول. Narrowest معنى الأضيق. Deepest الأعمق. Noisiest الأكثر ضجيجا على الإطلاق. Number three, all the cars، السيارات القديمة are usually، عادة بتكون noisier، بتكون أكثر ضجيجا. طبعا هنا than من الـ modern cars، من السيارات الحديثة. large كبير، ancient قديم أو عتيق، و big كبير الحجم. سؤال نمبر 4، the teacher asked us، المدرس طلب منا تو، إن احنا طبعا نقاس نخمن the meaning، المعنى of the difficult words، للكلمات الصعبة. link يربط، measure يقيس، compare معناها يقارن. نمبر 5، how not is the river in this area، في هذه المنطقة. النهر طبعا بيتكلم على الاتساع، يبقى how wide، كم اتساع النهر في هذه المنطقة. high ارتفاع، طول طول اللي هو الرأسي، وheavy الثقل أو الوزن. number 6، we need to cross، نحن بحاجة لكي نعبر زي طبعا الجسر اللي هو البريدج، to get، عشان نصل to the other side، الجانب الآخر of the river، للنهر. tower برج، beach شاطئ، bank اللي هو البنك. number 7، we can have a great view of the city from the space، يمكننا الحصول على منظر رائع وعظيم من مدينة من from the tower، من البرج. theater مسرح، tour جولة، with tunnel نفق. so number 8، the castle is a space the museum، بقارن بين بالكاسل القلعة والميوزيوم في الصفة قصيرة المقطع، يبقى محتاج الصفة زائد er زائد كلمة than، يبقى older than، يعني طبعا اقدم من المتحف. نمبر 9، مودرن لابتوبس، الكمبيوترات اللي هي اللابتوب المحموله. ار هنا بيقول لي من ديسك توب كمبيوترز، من الكمبيوترات سطح المكتب، وهنا ذا، يبقى بقارن بين الكمبيوترات اللي هي المحموله والكمبيوترات طبعا اللي هي ذات سطح مكتب. في صفه طويله المقطع بستخدم مور او ليس زائد ذا، يبقى هنا مور اكسبنسيف، اكثر غلاء ذان ديسك توب كمبيوترز. Number 10، this exam، هذا الامتحان was easier، هنا طبعا عندي than، بقارن بين الامتحان بتاعي ده والامتحان في شهر مايو في صفة قصيرة المقطع، يبقى easier الصفة التي تنتهي بواي اللي هي easily، الواي تقلب إلى I ويضاف ER، easier than the exam in May. Number 2، complete the sentences with the correct form of the words in brackets، طبعا نعمل تصحيح للشكل الصحيح للكلمات اللي بين الأقواس. the temple of Horus، معبد حورس، is، وهنا طبعا هقول نيور، هنضيف ER للصفة لأن عندي كلمة ذان، بقارن بين معبد إيزيس ومعبد حورس في الصفة قصيرة المقطع، يبقى الصفة زائد ER زائد كلمة ذان، يبقى نيور ذان ذا تمبل أوف إيزيس. نمبر 2، ذا هوليداي، المزرعة، يعني عايز يقول الإجازة، أون ذا فورم أوف المزرعة واز، كانت طبعا عندي صفة طويلة المقطع، بستخدم كلمة مور أو ليس، يبقى هنا مور إكسايتنج ذان، أكثر إثارة من ذا لاست هوليداي، من الإجازة الماضية. نمبر 3، بيقول لي the hamburger، الهامبرجر was not، هنا وهنا عندي tastier يعني أكثر مذاقا، يبقى هنا than، الصفة طبعا احنا عندنا tasty بتنتهي ب y مسبوقة بساكن، الواي تقلب إلى I ويضاف ER، يبقى الهامبرجر كان طبعا tastier أكثر مذاقا من the fish and the chips، كان من السمك والشيبسي. Number 4، the roads، الطرق، long في لندن، in London are، وهنا busy، احنا قلنا الصفة التي تنتهي ب y مسبوقة بساكن، الواي تقلب إلى I ويضاف ER، يبقى هنا طرق في لندن بيزير أكثر ازدحاما than من the roads in Scotland، كمان في الطرق في اسكتلندا، بقارن الطرق في لندن والطرق بين اسكتلندا في صفة قصيرة المقطع، أحدهما يزيد عن الآخر في نفس الصفة. Number 5، the city is not، هنا وهنا the high، بيكون الأعلى، than من during the day أو at night، عذرا بالليل، بيقول لي إن المدينة، يعني عايز يقول المدينة بتكون أكثر جمالا ليلا من من طبعا النهار، أو من خلال النهار أو أثناء النهار، يبقى عندي صفة طويلة المقطع بستخدم مور أو ليس زائد الصفة الطويلة زائد ذا، يبقى هنا مور بيوتيفول يعني أكثر جمالا at night ليلا، than من during the day طبعا من خلال أو طبعا من النهار.
بعد كده عند بيج 13 صفحة 13 تشوف ذا كريكت انسر فروم اي بي سي اور دي يو ماست. انت يجب ان انت لوك ليفت تنظر يسارا اند رايت ويمينا وين يو طبعا لما تعبر كروس تعبر ذا رود الطريق. ديسجري لا يوافق ثينك يعتقد او يفكر بروتكت يحمي. يبقى طبعا يجب عليك ان تنظر يسارا ويمينا عندما تعبر كروس تعبر ذا رود الطريق. نمبر 2 يور اوبينيون ماي يعني طبعا رايك ربما بيكون جيد but I disagree انا طبعا لا اتفق معه. يبقى هنا with it بعد كده نمبر 3 there is a big statue او statue يعني هناك طبعا او يوجد تمثال ضخم كبير in space of the museum بيتكلم على طبعا عندي كلمة of محتاج كلمة in front يبقى in front of امام المتحف يوجد تمثال كبير او ضخم امام الايه المتحف. Number 4 she was proud of her space at school she came first. هي طبعا اتت الاولى او طلعت الاولى يبقى هو طبعا اكيد هو كان يفتخر او طبعا يشعر بالفخر او فخور ب her achievement يعني بانجازاتها في المدرسه. هي she came first هي طبعا بتطلع الاولى اكيد طبعا انجازات. opinion right with suspension اللي هو طبعا معلق او تعليق climb معناها تسلق يبقى هو طبعا او هي she was proud هي كانت فخوره of her achievement انجازاتها at school في المدرسه she came first. number 5 that child الطفل was afraid كان خائف because his space loud noise الصوت المزعج العالي outside بالخارج طبعا يبقى he هو سمع heard a loud noise outside صوت صاخب عالي بالخارج ضعوف طبعا قادة ثوت اعتقد لسن استمع. number 6 is the valley of the kings وادي الملوك واحد من اعظم طبعا of the most اكثر من ليه الاماكن many people كثير من الناس بتزوره every day كل يوم واحد طبعا من الاماكن المعروفة او الشائعة حول العالم يعني او الاماكن المعروفة انون غير معروف ترابل سيء او فظيع او بات سيء يبقى طبعا the valley of the kings is one of the most popular places واحد من اكثر الاماكن الايه المعروفة او الشائعة او المحبوبة من كثير من الناس بتزوره كل يوم. السؤال نمبر 7 girls او البنات او الفتيات always think اعتقد بتفكر about عن او بشأن طبعا what to wear ما ترتديه او ما سترتديه. نمبر 8 do you know هل تعرف what طبعا عايز يقول لي يعني the fastest animal in the world عندي هنا الصفة هي fast زائد est يبقى هنا ذا زائد الصفة زائد اس تي طبعا بيقول لي هل تعرف ما هو طبعا اسرع حيوان في العالم in the world is بيكون طبعا هنا ذا زائد الصفة زائد اس تي عندي ذا زائد الصفة زائد اس تي. نمبر 9 mountain climb تسلق الجبل is a space dangerous sport رياضة خطيرة بتكون طبعا عندي هنا صفة طويلة المقطع وفي صيغة التفضيل بستخدم the most او the least يبقى the most dangerous sport بتكون الرياضة الاكثر خطورة على الاطلاق. Number 10 December is a space month شهر of the year في العام in our city في مدينتنا طبعا صيغة تفضيل في ذا يبقى محتاج الصفة زائد est يبقى coldest الأبرد شهر طبعا of the year في العام in our city في مدينتنا. Number 2 complete the sentences with the correct form الشكل الصحيح the words in practice living الأقواس the note هنا part طبعا the exam was the listening الاستماع طبعا احنا قلنا في صيغة التفضيل في صفة طويلة المقطع يبقى the most difficult عايز يقول يعني الجزء الاكثر صعوبه الاطلاق of the exam was the listening كان الاستماع صيغه تفضيل يعني. number 2 where are not يبقى هتكلم على طبعا اجمل الشواطئ في مدينتنا او في دولتنا يبقى where اين تكون يعني the nicest يبقى هنا ذا نايس اهي انتهى ب اي نحط اس تي الاس تي بس يبقى the nicest beaches الأجمل أين are the nicest beaches أين تكون أجمل الشواطئ in your country في دولتك أو بلدك. هو طبعا نمبر 3 هو is not هنا singer in Egypt طبعا صيغة تفضيل بفضل واحد عن مجموعة يبقى عايز يقول من هو من يكون الأشهر أو أشهر مغني في مصر يبقى the most famous يبقى هنا the most famous singer أشهر أو المغني الأكثر شهرة عذرا in the in Egypt في مصر. number 4 حمزة بوت اشترى ايه؟ the cake طبعا كيكة طبعا in the shop في المحل. as you will طبعا صيغة تفضيل وهو اشترى أضخم أو أكبر كيكة في المحل صيغة تفضيل يبقى the biggest the زائد الصفة اللي هي big اهي بضاعف الصفة الحرف وأحط est
يبقى the biggest. حمزة اشترى the biggest cake، أكبر كيكة in the shop، في المحل. Number five. مجدي is very good at playing football، هو جيد في لعب كرة القدم. But Anas is the tallest، ولا the best، الأفضل على الإطلاق. يبقى هنا صيغة تفضيل the best. بيطر دي بتيجي مع زان، أما the best دي الأفضل على الإطلاق، أفقول على الإطلاق. اللي هو مجدي أو ماجد بيكون is very good at، جيد في playing football، كرة القدم. But Anas، لكن Anas the best، الأفضل، أفقول على الإطلاق. صيغة تفضيل. بعد كده عندي بيج 15 صفحة 15 على الدرس الخامس والسادس يونت 8، بيقول لي complete the following dialogue، أكمل الحوار التالي. سميرة is asking Russia about reading، بتسألها عن القراءة. عن الإيه؟ القراءة. سميرة where are you going، يعني إلى أين ستذهبين يا رشا؟ طبعا هي بتقول لها أنا رايحة بتقرا كتب، يبقى في المكتبة، يبقى I am. Are you تحول إلى I am أو I am، يبقى I am. وأكمل بقى going to، وأقول المكان، أنا طبعا إيه ذاهبة إلى الإيه؟ أنا ذاهبة إلى المكتبة، the library أو library. بعد كده السؤال قالت لها طبعا سميرة واي، لماذا؟ قالت لها to borrow case، تعيش some books، بعد الكتب. سألتها سؤال قالت لها طبعا I like reading، بحب القراءة. because it's very useful، لأنها مفيدة. يبقى طبعا هتقول لها ليه بتحب القراءة؟ عندي why، يبقى why. عندي because أسأل بواي، السؤال عن السبب. like في المصدر أحط do، والI تحول إلى you، وأجيب المصدر like طلع زي ما هو، وأكمل كلمة reading. يبقى انا عندي بيكوز اسال بواي، السؤال عن السبب. طيب عندي هنا الفعل في المصدر اسال بدو، فعل مساعد دو، الاي تحول الى يو، واجيب المصدر عندي مين؟ لايك زي ما هو، اكمل كلمه ريدنج. واي دو يو لايك ريدنج، لماذا تحب القراءه او تحبين القراءه؟ لا اي لايك ريدنج، بحب القراءه. بيكوز اتس فيري يوسفول، لانها مفيده جدا. سمير قالت لها وات دو يو ثينك، وات دو يو ثينك، يعني يا ما رايك، يعني اي شود ريد، يعني في رأيك ما الذي طبعا يجب أن إيه، أو في اعتقادك ما الذي يجب أن أقرأه؟ طبعا ممكن تقرأ قصص، قصص المغامرة، بتكلم على الأدفنشر اللي هي قصص المغامرة. يبقى طبعا ممكن نقول you، يعني أنت should، you should read، الفعل في المصدر، يجب أن تقرأي مثلا adventure، adventure stories اللي هي قصص الإيه، المغامرات. سميرة قالت لها I love، انا بحب الادفنشر، بحب طبعا قصص المغامرات. I think، اعتقد the old man and the sea، الراجل العجوز والبحر، is طبعا about a story، قصة جميلة او جيدة. بعد كده طبعا هتسألها سؤال، قالت له I agree، انا اتفق معاك السؤال ده. Can you come with me، هل يمكنك ان تأتي معي؟ طبعا هنا هتسألها، هتقول لها do مثلا، هتقول لها do، ان طبعا عندي هنا الفعل في المصدر اسأل بدو، يبقى دو والاي تحول الى يو، واكمل كلمه اجري. دو دو يو اجري، واكمل كلمه ويز يو، ويز ومي تحول الى يو، عذر معلش مني زي ما هي. يبقى تاني دو يو اجري ويز مي، هل تتفقين معي؟ طبعا تلاقي ايه السؤال هنا، دو يو اجري ويز مي، قالت لها طبعا I agree، أنا أتفق معك أو I أتفق. So لذا can you come with me، هل يمكنك أن تأتي، أو هل يمكنك أن تأتي طبعا معي؟ السؤال بكان، ممكن يقول yes والآي تحول طبعا، اللي هنا عندي اليو تحول إلى I، ممكن yes I can، ممكن يقول yes I can، وممكن يقول yes please. بعد كده عندي choose the correct answer from A B C or D، بيقول لي the building has an open car park، يعني عايز يقول ان المبنى، المبنى به او يحتوي على، طبعا هنا عايز يقول جراج او مكان لركن السيارات مفتوح، يعني او جراج للسيارات مفتوح او مكان لركن السيارة مثلا مفتوح، يعني به طبعا ايه، عايز يقول جراج او مكان لركن الايه، السياره مفتوح، يحتوي او به. يبقى هنا بيكنيك، نزهه قلويه، ويب سايت، موقع، يبقى طبعا ويب سايت، موقع عبر الانترنت، تريجر كنز. يبقى المبنى هاز ان اوبن كار بارك. نمبر 2 there are many shops and restaurants، يعني هناك المزيد من المحلات والمطاعم. in the city center، في طبعا ايه مركز المدينه. statue تمثال او statue، tower برج، column معناها عمود.
Number 3, the museum is full of an ancient space. المتحف مليان بالإيه القديم. موتور بايكس, دراجات بخارية. Tunnels, النوافق أو أنفاق. Entrances, مداخل. و treasures, كنوز طبعا بكنوز. Number 4, the painting. الرقيبة is not work of art, من الرسم. It's great, عظيم. عايز يقول يعني هنا إيه, this painting, هذه التلوينة أو هذه الرسمة, is valuable, قيمة أو عمل قيم. Of art, من الرسم. It's great, أنه عظيم. Terrible, سيء. Sonny, مش مزديب عميق. This painting, هذه الرسمة يعني أو هذا العمل يعني, هذا الرسمة إيه بتكون, this painting is a value, بتكون إيه work, عمل قيم أو ذو قيمة. Of art, من الرسم. It's great, أنه عظيم أو فن الرسم. سؤال نمبر 5, the ancient Egyptians wrote on space. طبعا القدماء المصريين كتبوا in hieroglyphics, معناها بالكتابة الهيروغليفية. English, اللغة الإنجليزية. Arabic, Arabic. French, في اللغة الفرنسية. Number 6, so I live in a modern house, أنا بعيش في منزل حديث. With a big bay, طبعا عايز يقول يعني بمدخل كبير جدا وحديقة, يبقى entrance. Tunnel, نفق. Mountain, جبل. Bridge, جسر أو كوبري. بعد كده السؤال نمبر 7, I had, أنا قضيت a picnic, نزهة خلوية. In the space, طبعا هنا في عايز يقول في الحديقة العامة. Public garden, a week ago, منذ أسبوع. النون غير معروف. Terrible, سيء أو فظيع. Ugly, قبيح. سؤال نمبر 8, French is not, هنا difficulty there. أنا عندي هنا صفة طويلة المقطع وعندي كلمة زانية, يبقى محتار تاب كلمة more أو لسيبها هنا more. اللغة الفرنسية بتكون أكثر صعوبة than English, من اللغة الإنجليزية. Number 9, this is the space, مدام في ذا وinteresting, صفة طويلة المقطع. بوك, كتاب. I read, أنا قرأته. طبعا صيغة تفضيل, يبقى the most أو the least. يبقى هنا the most interesting بيكون الكتاب الأكثر تشويقا. Book I read, يعني أنا قرأته. So number 10, it rained all day, إنها تمطر طوال اليوم. It was, لقد كانت, يبقى day of the holiday, عايز يقول الأسوأ. The زائد الصفة. The city, طبعا هنا عندي دي bad, صفة. صيغة المقارنة بتاعتها عندي هنا worse, وصيغة التفضيل worst, الأسوأ. يبقى the worst day, أسوأ يوم of the day for the holiday, في الأجازة. نقول سبب الإجابات بسرعة. عندي بيج 17, صفحة 17. choose the correct answer from A, B, C or D. بولي كينزي, would you like to try, طبعا كينزي طبعا تود أن تجرب. try, تجرب. الإي كلايمينج, تسلق. بايكين, ركوب الدراجات. كايكين, تجديف. تكلم طبعا على she likes water sports, تحب تمارس الرياضة اللي هي المائية, يبقى الكايكين تجديف. أما زيب لاينج, دي اللي هو الانزلاق بالحبل, مدام رياضة مائية بتكلم على الكايكين تجديف. بايكين, ركوب الدراجات. كلايمينج, تسلق. Number 2, she walked, هي مشيت طبعا اكيد be carefully, بعناية او بحرص. On the ice road, على الطريق المجمد او المثلج يعني. She didn't want to fall over, هي لم تريد ان تسقط يعني. Fast, بسرعة. Badly, طبعا بشكل سيء. Quickly, بسرعة. بتكلم هي بتمشي بالراحة على الطرق طبعا الايه المجمدة. She didn't want to fall over, هي لا تريد ان تسقط. سؤال نمبر 3, ندى had all of the space, ندى لديها كل الايه بقى, عايز يقول كل الاكويبمنت, المعدات. وي نيد, التي نحتاجها. فور كامب للمعسكر. ديتس, بلح. ويب, طب هنا ويب بيجز او ويب بيجز اللي هي الصفحات الشبكيه الخاصه بالانترنت. وهنا بلانز, طبعا بلانز, عذرا, بلانز, طائرات. يبقى ندى had, لديها كل, all يعني كل, ذا اكويبمنت, ذا اكويبمنت, المعدات. وي نيد, التي نحتاجها. فور كامب للمعسكر او التخييم. Number 4, a good note, هنا عايز يقول يعني المرشد او الدليل الجيد. كان يمكن ان هو ميك يجعل your journey, رحلتك الطويلة, safer يعني اكثر امانا. trip, رحلة. turn, معناها منعطف او يلف يمينا او يسارا. و experience, اللي هي الخبرة. سؤال number 5, we are meeting to talk about our plans, يعني احنا طبعا بنتقابل لكي نتحدث عن our plans, خططنا. عايز يقول طبعا for the weekend, طبعا للايه الاجازه او العطله. يبقى هنا for the weekend. بعد كده عندي number 6, when we trek, trek اللي هي طبعا نسير في الصحراء او نتجول في الصحراء. in the desert, في الصحراء. we sleep in space, بن كمان بنتجول او بنسير في الصحراء. وبننام في الايه, بننام تاكيد في الخيم. يبقى tents, equipment, معدات. turns, معناها منعطف او يلف. experiences, معناها خبرات طبعا ايه الحياتيه او الخبرات المكتسبه, عذرا. نمبر 7, عادل got lost, يعني ضل الطريق. طبعا trying, في محاوله, to find, ان وجد. his, ايه بقى, back, لكي يعود.
to the camp للمعسكر. جايد الدليل ما بالخريطه way الطريقه. طبعا هنا ايه او الطريق يعني away يعني بعيدا، يبقى هنا عايز هو ايه ضل فايل his map خريطته. طبعا his map back لكي يعود يعني the camp للمعسكر، يبقى هو هنا ايه عاد ضل الطريق في محاوله للعثور على الايه الطريق way back لكي يعود to the camp للمعسكر. يبقى هنا الإجابة الصحيحة تكون كلمة إيه his way طريقه to طبعا طريقه way back طبعا للعودة to the camp للمعسكر. جايد مرشد أو دليل way map خريطة away معناها بعيدا، يبقى هنا طبعا هو ضل الطريق في المحاولة للعثور على إيه الطريق way طريق back للعودة to the camp للمعسكر. السؤال نمبر 9 look at the sky بص للسماء انظر للسماء it's full of dark clouds إنها ممتلئة بالسحب الداكنة أو الغامقة، يبقى إذا هنا في دليل باستخدام على طول. بعد كده عندي نمبر 9 my mother أمي isn't going طبعا سوف طبعا ليه محتاج المصدر to المصدر يبقى to lend لن تسلفني أو تقرضني to lend me anymore أي نقود طبعا anymore طبعا money نقود يعني لن تزاي أمي لن سوف لن تسلفني أو تقرضني المزيد أو أي يعني أي من المزيد أو المزيد من النقود المزيد من النقود ان دي النونية فاخر كلام ضمير مفعول اني اي طبعا مور المزيد من النقود يبقى محتاج تو المصدر يبقى هنا الفاعل isn't going to زائد الفعل في المصدر. بعد كده نمبر 10 سبيس هنا يو وعندي ار يو going to زائد الفعل في المصدر يبقى محتاج طبعا الفاعل هنا جمع باخد ار السؤال بار بار يو جو هل انت سوف تو تراي تجرب ذا نيو ايس كريم فليفر يعني هل سوف طبعا تجرب او تجربين تجربين نكهة الايس كريم الجديدة. عندي الفاعل جمع بستخدم ار ام از ار الفاعل going to زائد الفعل في المصدر التنبؤ بدليل باستخدام going to فاعل جمع ياخد ار دي طبعا عايزة مصدر ودي عايز ويل طبعا مش تنفع هنا عندي ان في going to بستخدم ار. طبعا عندي have مش هتنفع خالص محتاجة تصريف تالت. So number two, complete the sentence with the correct form of the words. Is your brother? أنا عندي هنا أدي am is are الفاعل going to محتاج طبعا to المصدر. يبقى التكوين am is are أدي الفاعل your brother أخيك وعندي going محتاج to المصدر. يبقى to learn how to ride a bike كيف طبعا يركب الدراجة. هل طبعا هل أخيك يعني أو هل طبعا أخيك سوف يتعلم to learn how to ride a bike يعني كيف يركب الدراجة. نمبر 2 أداة استفهام فعل مساعد فعل محتاج going to أنا عندي هنا طبعا to يبقى محتاج going بس يبقى going to do يعني ما طبعا ما ماذا سوف طبعا يفعل ماذا سوف يفعل next Friday الجمعة القادمة يبقى أداة استفهام فعل مساعد فعل going to زائد الفعل في المصدر عندي مصدر وعندي to أهو يبقى محتاج going to وعندها طبعا are فاعل am is are الفاعل وبعدين going to زائد الفعل في المصدر. نمبر 3 طبعا السؤال هنا بيقول لي at the park في الحديقة وعندي going to طيب هي ده مش سؤال يعني ده جملة عادية طبعا نبدأ بالفاعل يبقى الفاعل am is are الفاعل going to زائد الفعل في المصدر عندي going to وعندي الفعل في المصدر يبقى نعكس على طول are we دي سؤال ده مش سؤال ده جملة عادية يبقى نطلع الأول نعكس بقى نطلع الفاعل بره نخش بالفعل المساعد اللي هو are يبقى we are نحن going to سوف طبعا have نقيم طبعا بيكنيك نزهة خلوية at the park أو سنذهب يعني في نزهة خلوية في الحديقة. نمبر 4 أحمد is going to الفاعل am is are going to زائد الفعل في المصدر المصدر من played play بس يبقى أحمد is going to play football يعني سوف يلعب كرة قدم. نمبر 5 I not هنا طبعا هنا عندي going to يبقى الأي صاحبتها am يبقى I am going to طبعا visit أنا سوف أزور سيناء next week الأسبوع القادم. بعد كده عندي بيج 19 صفحة 19 تشو ذا كريكت انسر فروم اي بي سي اوريدي على الفوكاب اي ونت تو ذا سبيس بيكوز ماي توث هيرت لان طبعا اسناني بتألمني كاركتر شخصية بوستر كارد بطاقة بريدية دنتست طبيب اسنان جايد مرشد يبقى انا طبعا ايه انا ذهبت للطبيب الاسنان بيكوز ماي توث توث طبعا هنا طبعا اللي هي سنتي تؤلمني او توجعني هيرت معناها يؤلم او يوجع. نمبر 2 the metro is form المترو ده form نوع من الايه ترانسبورت طبعا وسائل المواصلات ذات التي most people معظم الناس like to take
الناس بتحب تاخدها to travel fast لكي تسافر بسرعة. أما عند sport رياضة tall اللي هي طبعا الفوطة والمنشفة postal card بطاقة بريدية. سؤال نمبر 3 the TV تلفزيون show وضح give me وأعطاني كمان وضح لي وكمان أعطاني a good a great idea فكرة عظيمة for the book للكتاب for a book للكتاب. Number 4 students طلاب should يجب إيه their answers أجوبتهم before قبل ending نهاية the test الاختبار protect يحمي check يفحص أو يتأكد الإجابة الصحيحة delete يزيل keep يحافظ. يبقى الإجابة هنا للطلاب بيقول لي students should check يفحصوا their أو يتأكدوا من their answers الأجوبة الخاصة بهم before قبل ending the test قبل نهاية الاختبار. Number 5 we live نحن نعيش بالقرب من near to the railway. يبقى again الحتة دي تاني هنقول نحن نعيش we live near to the railway line بالقرب من السكة الحديدة وخط السكة الحديدة it's very noisy now طبعا مزعج جدا. skill مهارة tall اللي هي منشفة mirror مرآة. number 6 the top students طلاب القمة طبعا top بيأخذوا الـ A طبعا الـ A التحدي اللي هو challenge to do للقيام بـ presentation بالعرض التوضيحي in front of أمام the head teacher اللي هو طبعا مين مدير المدرسة character اللي هو شخصية positions اللي هي ممتلكات achievement إنجازات. يبقى طلاب القمة أو الرائعين بيأخذوا طبعا التحدي للقيام بعرض توضيحي in front of أمام اللي هو مدير المدرسة. بعد كده السؤال number 7 some people are sitting by the fire to the space worm. بعض الناس بتجلس sitting by بجوار الفاير النار to طبعا لتبقى أو تظل أو لتحافظ على نفسها دافئة give يعطي تك يأخذ وميك يصنع. بعد كده الأسئلة على اللانجويج على اللغويات القواعد did you paint هل أنت رسمت the picture صورة pie يعني عندي you يبقى yourself yourselves بأنفسكم your and هنا طبعا your yourselves لأن ده أولاد هنا yourselves بأنفسكم أما هنا بأنفسهم وهنا himself بنفسه yourself بنفسك هل أنتم دهنتم أو رسمتم the picture صورة بيه by yourselves بأنفسه بأنفسكم boys يا أولاد يبقى طبعا هنا عندي you تحول yourselves ده ضمير منعكس يؤكد أن الفاعل طبعا قد أدى العمل بنفسه عندي boys أولاد جامعة عندي you by yourselves لأن جامعة طبعا. Number 9 oh علي enjoyed استمتع طبعا علي الضمير بتاعه هي يبقى himself بنفسه in the swimming pool في حمام السباحة يسترد بالأمس herself بنفسها myself بنفسي yourself بنفسك. Number 10 ندى and Dina collected جمعوا ذا رهبش القمامة أكيد بأنفسهم اللي هي ايه themselves بأنفسهم herself بنفسها itself بنفسه وبنفسها الغير العاقل yourselves بأنفسكم أو بنفسكم يعني. اخر حاجة عند التصحيح في بيج 19 صفحة 19 complete كامل the sentences الجمل with the correct form الشكل الصحيح with the words للكلمات بين brackets الأقواس that and the I مدام انا طبعا عندما اتحدث عن نفسي داخل مجموعة نكون انا كده مستخدم الضمير we اللي هو نحن طبعا we مدام I مع طبعا مع فاعل تاني اهو dad and I انا والدي طبعا fixed صلحنا عزول بانفسنا بقى انفسنا اللي هي كلمة ourselves ourselves لما نتكلم عن نفسي داخل مجموعة طبعا بنستخدم الضمير وي نحن يعني يبقى انا ووالدي انا ووالدي يبقى نحن على طول فيكس صلحنا ذكر السياره اورسل بانفسنا. لوك انظر there is a little bird هناك طائر صغير washing بيغسل طبعا itself بنفسه itself نفسه in the river في النهر. نمبر 3 grandpa hurt يعني جدي جرح او عور طبعا himself بنفسه him self نفسه while بينما هو was can repairing كان بيصلح his car سيارته. The children found tidied their room يعني رتبوا غرفتهم بأنفسهم بقى يبقى الأطفال هنا ايه themselves بأنفسهم يبقى كلمة ايه themselves أنا عندي كلمة self أساسا جمعها كده S L S E L عند الجمع طبعا F تحول إلى V وحط الـ E S بين لما يكون في جامعة يعني self غير selves. طيب الأطفال tidied their room ماشي هم رتبوا غرفتهم أو طبعا رتبوها أو نظفوها بأنفسهم يبقى themselves. Number 5 آخر حاجة عندي في بيج 19 why don't you clean لماذا لا تنظف the windows إيه بنفسك يبقى أنا عندي you بين الضمير you يحول إلى your على طول يبقى your self بنفسك لماذا طبعا لا تنظف the windows النوافذ أو الشبابيك طبعا yourself بنفسك. بكده كنا وصلنا لنهاية الفيديو ما تنساش اللايك والشير عشان نوصلك كل جديد. شكرا للمشاهدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.